ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا خطوات سير العمل معانا اذا عندنا منيو زي ده بمكوناتنا زي دي او الماتيريال بتاعنا نبدا بيه. معانا ستيك مشوي مع المشروب او لحم مشوي مع المشروب، معانا مكرونه بينا بالفلفل المشوي، معانا طبقات البسكويت. في قواعد المطبخ حاجه اسمها الميزنبلاس اللي هو التحضير، تقشر شويه ثوم، تقشر شويه بصل، تعملي المهلبيه، تتبلي اللحمه، وهكذا من الحاجات اللطيفه الحلوه دي. فخلونا نبدا بالمكرونه البنة، خلونا نبدا بالمكرونه البنة بما ان احنا هنشوي الفلفل المشوي في الفرن، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا مكرونه بنة، معانا فلفله ملونه، معانا بصل، معانا طبعا شويه روزماري، شويه زعتر، افكار بسيطه وسهله ولكن طريقه التقديم والفليفر والطعم مختلف. المقادير شفناها مع بعض، لا تتناول اصابع اليد الخمسه ولكن الطعم بالتاكيد جديد. هنبدا نعمل اول حاجه نشوي الفلفل، ده الطبيعي فعشان كده هياخد وقت مننا، فتعالوا نقطع الفلفل ده كده ونبدا نشويه. معانا الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، طبيعي بنشيل البذور منه، وده اللي بتكلم عليه اللي هو التحضير اهو الشكل ده كده، ونرصه كده هنا. اطباق سهله وبسيطه، مش كل يوم مكرونه بالطماطم، مش كل يوم مكرونه بالبشاميل يا ست الكل. نوع من مطبخك اهو، فلفل اخضر بالشكل ده كده، معاها توم، في توم هنا حلو، فصوص توم سليمه زي الفل، بصل مشوي، كل ده هينضرب في الخلاط بعد الشوي. حاجة جديدة للأولاد، قيمة غذائية عناصر غذائية بداية من البصل والثوم والفلفلة الملونة الغنية في فيتامين سي. فيتامين سي مش موجود في البرتقال واليوسفي بس ولا الجوافة بس، موجود في بعض الخضروات زي الفلفل الألوان. كل دول مع بعض زي الفل، هنتبلهم مع بعض. ده عود روزماري كده، مخرجنا الجميل بيحب الصورة الحلوة الطبيعي. حلو، كل دول مع بعض. عايزاها سبايسي، بنحط القرن الفلفل ده كده معاها. معانا شوية زيت زيتون، كل دول في قلب الفرن زي الفل. البهريز بقى بتاعهم نتيجة السوائل اللي هتنزل من الخضار وزيت الزيتون، رشة ملح لطيفة حلوة تحافظ على لون الخضار. درجة حرارة الفرن عندي 180، بنحطها على الشبكة في النص. دي أول حاجة بدأنا بيها أهي، زي ما هي كده الصورة الحلوة دي كده في قلب الفرن. دي أول خطوة. ليه بدأت بيها يا شفنا؟ علشان دي بتاخد وقت شوية، والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها بتشكيلة خضار لطيفة شتوية من خير أرضنا. هتتشوي الخضار ده وبعد كده نكمل مع بعض طبق المكرونة نكمله ازاي. المكرونة هنا بنحلها في مية مغلية، بنجهز الصلصة اللطيفة دي وبعدين بنقلبها مع الصلصة ونقدمها. حبة تقدميها معاها جبنة موزاريلا، جبنة برمجان مبشورة، جبنة شيدر حسب الرغبة. طبعا في الفاصل عشان المصداقية والشفافية ده دورنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الفلفل اللي أنا شويته في الفاصل، قصدي في قبل ما أطلع الفاصل، طلعته من الفرن وحطيته في الكبة بتاعتي هفرمه، بكسب وقتي علشان حضراتكم تشوفوا في الآخر صورة حلوة، وهي دي الشطارة. أهو الفلفل اللي كان بيتشوي طلعته بعد ما برد شوية وحطيته في قلب الكبة، وهضربه دلوقتي بالإيه؟ بالخلاط. ده الطبيعي اهو. حلو، تعالوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده. تمام، طعم المشوي وريحه المشوي في قلب الفلفل. هتيجي تقولي لي بقى ونتفلسف ونقول طب ليه ما قطعتش الفلفل وحطيته لا، ان الحاجه تتشوي بيبقى لها طعم
وان الحاجه تتحمر في قلب الطاسه لها طعم. هناخد الصوص اللي احنا ضربناه في الخلاط عشان نكمل المكرونه بتاعتنا. شويه زيت هنا وشويه زيت هنا مع رشه ملح جريئه عشان نسلق المكرونه بتاعتنا تحل شويه، لانها خليها تكمل سوا في قلب الصلصه بتاعتي دي. المكرونه هنا، قواعد سلق المكرونه: ماء مغلي، زيت اي نوع زيت، زيت زيتون، زيت عادي، مع رشه ملح. اوعي حذاري تحط المكرونه في ميه مش مغليه. ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ المكرونه هتتكسر منك وتعجن منك. يبقى لازم لما اجي اسلق مكرونه حاجتين: اضافه الزيت عشان المكرونه ما تعجنش، رقم اتنين تكون الميه مغليه. والميه المغليه اهم خطوه. هتقولي بقى انا احط المكرونه والميه والاتنين يستووا مع بعض او الاتنين يغلوا مع بعض، كده انت دخلت في قصه المكرونه دي هتلاقيها عجنت واتكسرت منك، لان المكرونه مش رز. الرز حاجه طبيعيه طالعه من الارض، محصول يعني. اما المكرونه تصنيع، دي سميد ناعم مع بيض مع زيت مع رشه ملح، دي مكونات عجينه الايه؟ المكرونه، سواء اللازانيا سواء البنه سواء الاسباجيتي. المكرونه هنا في طريقه للسوى، بناخد الصوص الحلو ده كده بنحطه هنا. اوعى وشك. حلو. بناخد شويه ميه من سلق المكرونه ونحطهم هنا. الله، زلزال زلزال. حلو، لان هكمل سلق المكرونه هنا في الاخر. نقلب دول كده مع بعض. شفت الصوص ده كده؟ دوري بقى في مدارس المطبخ، مش هتلاقي غير عندك انت وبس. في حاجات كتيره، في توم، في بصل مشوي وتوم مشوي، روزماري مشوي، زعتر، فلفله ملونه، بصل، كل ده مع بعض يغلى على النار. نبدا نحط شويه بهارات من الفلفل الاسود. بالله حبيبي يا مخرجنا بيقول لي ينفع نحط؟ لازم نقول بيحصل ايه في الكواليس عشان السادة المشاهدين في أنحاء العالم اللي بيتابعونا بيحبوا بعض التفاصيل والكواليس. حتى لما نيجي نصور مسلسل وفيلم يهمهم الكواليس اللي بتحصل في التصوير. نفس القصة معانا هنا، خلي بالكم. بيقول لي ممكن نحط معلقة سكر؟ مخرج شاطر، طب أعمل إيه؟ تفوق في الإخراج وعايز يتفوق في المطبخ عليا. أحط طب معلقة سكر في حالة إضافة طماطم، لو أنا أحط معجون طماطم بالذات أو طماطم، لأن معلقة السكر بتلغي الحموضة اللي موجودة في الطماطم. فأنا دي ما فيهاش طماطم خالص. الصوص ده لطيف وجميل. حلو. المكرونه هنا اخبارها ايه؟ عايزه تحل شويه. على المكرونه بتحل والبهريز والحب اللي في قلب الطاسه ده ياخد غلوه ويتعرف على بعضه بعد ما شويناه في الفرن. هناخد بعضنا ونطلع فاصل نكون روقنا الدنيا، وخلونا ندلع حته اللحمه اللي الجزار اداها لي بكل ثقه، فيها تلبيسه ولطيفه وجميله. معانا الصوص الجميل الحلو اللي احنا عملناه وشويناه، فلفل الوان، بصل من خير ارضنا، توم، فصوص توم سليمه، ومعانا زعتر، ومعانا روزماري، معانا زيت زيتون، كل ده دخل الفرن اتشوى. بعد ما اتشوى ضربناه في قلب الكبه او في قلب الخلاط اللي جايباه من المصروف. مفيش مطبخ مفيهوش خلاط. وبقى عندي صوص لطيف وحلو ازاي؟ ممكن، وده اختياري، تحط كريمه لباني هتبقى حلوه، انا بحبها مع كريمه لباني. ممكن تحط جبنه بارميجان، ممكن تحط موزاريلا، ممكن تحط شيدر. المكرونه بعد ما حلت بناخدها هنا تكمل سواها. قاعده المغازل سلق المكرونه، المكرونه لازم تكمل سواها مع الصوص التابع لها. اهو 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 تنزل كده، واسيبها تاخد غلوه يا عم الشيف، واشيل دي من هنا اللي عامله لنا مشكله. اهو الله اكبر، ونقلبها. خلي بالك لو احتاجت شويه ميه ما تحطش ميه من البراد او ميه من الحنفيه، ازعل منك بقى كده، كده مش بتتابع الشيف المغازل. طب اجيب ميه منين؟ من ميه سلق المكرونه. اوكي يا امي، اوكي يا اختي، يا خالتي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا عروسه، يا حلوه، اوعى تحط ميه من البراد ولا ميه من الحنفيه. ليه يا عم الشيف؟ ايه يحصل؟ الدنيا هتقوم يعني؟ هتفصل الطعم. اما خليكي مع ميه المكرونه. اللي انا هعمله دلوقتي هي فعلا محتاجه شويه ميه مكرونه. الصوص تقل معايا. لانه بيسبك على النار. اوعي. دي ميه سلق مكرونه.
فيها الزيت وفيها الملح، واسيبها على النار تعيش مع نفسها. والطبيعي الوقت لما بنشتغل فيه وبنبذل مجهود فيه، وده بيحصل في كل مؤسسات الشغل وفي كل الاماكن، لما بنشتغل الوقت بيعدي بسرعه، ولما بنشتغلش بيعدي كانه سنه. يقول لك يا عم الحكايه في ايه النهارده؟ اليوم تقيل النهارده ليه كده؟ هو ده المكرونه ايه؟ اه الله، انا بهدي لك المكرونه دي يا مخرجنا، ما اقولكش تاكل صابعك وراها. آه. دي عداله شويه جبنه مبشورين، ما عندكيش جبنه برمجان اللي هي الغاليه؟ هات الجبنه الرومي وبشريها، هتدعيلي. بس خلي بالك لما بقول المزمبلاص والمطبخ رؤيه وفن وابداع، انا هحط جبنه رومي يبقى انا اقلل الملح. شفت بقى الفكر جاي منين؟ ده التخطيط للاكله. عشان كده انا بشوف الاكله وانا بشتري المشتريات بتاعتها. اه بتخيلها وانا بشتري مشترياتها. هحط جبنه رومي يبقى انا ارفع ايدي من الملح، لان الجبنه الرومي بطبيعتها ملحها كتير. خلي بالك ده مهم جدا. ولكن الجبنه اللي معايا دي جبنه ايه؟ شيدر. ملحها قليل شويه. اه بسم الله الرحمن الرحيم، وده اختياري برضو. اهو ويفضل اضافه الجبنه على المكرونه وهي سخنه، مش بعد ما تبرد. عايزه تقلبيها اهلا وسهلا، تخليها جنب الطبقه كده. اللي عايز يزود في طبقه اختياري، حلو قوي. ونخليها جنب المكرونه، حلو. نعم عينيا، عايز يخدرها مخرج شاطر، خدرها لك بشويه ريحان كده متقطعين ناعم او بقدونس. طيب اللي معاك ده بقدونس ولا ريحان يا مغاز؟ انت متعود على الصراحه وراجل طيب وبيحب صراحتك. ده بقدونس مفروم بالسكينه ناعم، حلو الكلام. تعالوا نشوف الحلو بتاعنا. اغير الجلافز تاني معلش عشان مسكت البقدونس بيدي، انا عايزك كده زي في المطبخ.